جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا: هل من كلمة من شيخنا حفظه الله عن الأحوال المتعلقة بالمسجد الأقصى، وما موقف طالب العلم من ذلك؟ لا جديد في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى محتل، ما تغير شيء، ولا يملك أحد أن يعطي ذرة من ترابه لأحد، والقدس لنا وهي مغتصبة، ومن أصدر قرارا فليس بغريب عليه، ولم يأتي بجديد، وأعطى ما لا يملك، وتصرف فيما لا يملك، فلا وزن لقراره أبدا، ولا قيمة ولا جديد. والواجب علينا جميعا أن نتنبه إلى أن الواجب علينا تجاه ديننا وأمتنا أن نعمل على ما يعزها ويقويها، ولن يقويها إلا أن نتدين تدينا صحيحا مبنيا على الإخلاص والمتابعة وعلى تحقيق التوحيد، وأن نعلي من شأن التوحيد، وأن ندعو إلى التوحيد، وأن نصلي مع الجماعات. فإذا فعلنا هذا قوينا وكنا أهلا لأن ينصرنا الله وأن يرهب عدونا منا. فالواجب علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر، ولن تأتي نصرة دين الله بالعلمنة ولا بالليبرالية ولا من الروافض ولا من أعداء السنن، وإنما النصرة الصادقة تأتي من أهل السنة إن حققوا التوحيد ودعوا إليه وجعلوا همهم الأكبر أن يوحد الله، وألمهم الأعظم أن يشرك بالله عز وجل. فإنهم إن فعلوا ذلك فليبشروا بالخير، وليبشروا بالقوة، وليبشروا بالعزة. والواجب على قادة المسلمين أن يعملوا على استعادة المسجد الأقصى بالعقل والحكمة والحزم والتشاور فيما بينهم. والواجب علينا أن نرد كل أمر إلى أهله، وأن نترك السياسة إلى أهلها مع دعائنا لهم بالتوفيق، وأن نعمل نحن فيما نستطيع. وليست استعادة الأقصى قائمة على إضعاف دول المسلمين كما يفعل أهل الباطل من الروافض وأذنابهم والجماعات الحزبية التي لا يهنأ لها بال ما دامت الدول الإسلامية قائمة على سوقها وهي ليست في قبضتها. فالواجب علينا أن نحذر، فإن الأحداث المريرة يستغلها أعداء المسلمين وأعداء السنة لضرب ثقة أهل السنة ببعضهم، وإضعاف الدول الإسلامية، ويكثر المرجفون، ويكثر الكذابون، وهم لا ينصرون القدس لا قولا ولا عملا، بل نصرة القدس عندهم هي إضعاف وضرب أهل السنة. سرايا القدس وهي تقتل المسلمين في سوريا وفي العراق، ويقتلون المسلمين في اليمن وينادون الموت لإسرائيل. كذابون أفاكون يستغلون العواطف والجهل، فيجب علينا أن نحذر وأن نكثر من الدعاء لأهلنا في فلسطين
ولإخواننا ولقدسنا ولأنفسنا أن يجعلنا الله أهلا لأن نصلي في القدس ونجتهد في هذا، وأن لا نتجارى مع العواطف ولا مع الأراجيف والأكاذيب والإشاعات. وهذه هي الحكمة والعلم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل، وأن يعيننا جميعا على القيام بالواجب علينا.